ما ينفعش واحد يجي يشتمني فانا اخد الشتيمة ده واقولها للبلد كلها واقول لهم فلان ده شتم فلان شتمني، يبقى الشتيمة بيني وبينه وعاقبه على الشتيمة دي من غير ما انشرها واروجها في البلد بحالها. فانا طالع في الفيديو ده ارد على السافل اللقيط اللي سخر من النبي صلى الله عليه وسلم واستهزى بالنبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده انا طالع ارد، بس مش طالع اوريكم الفيديو والكلام اللي هو قاله علشان انا منشروش. شتم الشتيمة وسب السب وقال اللي قاله على النبي صلى الله عليه وسلم، احنا طالعين نرد بس من غير ما نعرض اللي هو قاله. مهلا يا اعداء الاسلام. مش عاوز في البداية اقول عليه كلب ولا حمار، لان انا لو قلت كلب او حمار هبقى ظلمت الكلب والحمار، والظلم ظلمات يوم القيامة. النبي اللي انت طلعت سخرت منه وسبيته على الملأ، تعال اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ربى اجيال عامله ازاي وطلع اسود عامله ازاي. صحابه في يوم من الايام بعتوا واحد منهم، يعني بعتوا صحابي منهم لملك الروم. خرج الصحابي من المدينه المنوره راكب على الفرس ومعه سيفه ومعه رمحه وخرج الى هناك. طلع من المدينه المنوره قاصد بلاد الفرس، ولما وصل هناك وقف امام القصر ودخل الى القصر بدون ان يستاذن من الحرس، والحرس لم يستطيعوا ولم يتجرؤوا ان يمنعوه. الحرس ما قدروش ان هم يمنعوه او قدروا ان هم يوقفوه، لانهم شافوا جحيم داخل عليهم، بل شافوا اسد داخل القصر. علشان كده ما قدروش ان هم يوقفوه ولا يقولوا له حتى انت رايح فين. دخل الصحابي رضي الله عنه وارضاه للقصر حتى وصل الى عرش الملك بخيله، يعني طلع من المدينة ووصل القصر ودخل قدام الملك بالفرس بتاعه. فلما شافه الملك نظر إليه وقال له، هل الجوع والفقر هو الذي أخرجكم؟ انتوا اللي خلاكوا طلعتوا من هناك وجيتوا عندنا لحد هنا، الجوع والفقر اللي انتوا فيه؟ رد عليه الصحابي رد صاعد بعزة المسلم المتربي تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له، لا الفقر ولا الجوع أخرجنا، وإنما جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. بيقول له، انتم مسخرين أهل البلد يعبدوكم، احنا جايين نطلعهم من القهر والذل اللي هم فيه، احنا جايين نخرجهم من عبادة العباد، يعني من عبادتكم انتم، إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، ولنخرجهم من الظلمات إلى النور. طالع من المدينة لحد الفرس لوحده، ما معهوش أي حد ولا جيش ولا أي حاجة غير الفرس والسيف والرمح. دخل لحد القصر، بل وصل لحد عرش الملك بالفرس بتاعه وما قدرش حد يكلمه، خاف من حد ولا هاب حد ولا عمل حساب لأي مخلوق أبدا، لأنه كان عارف ومتيقن وعارف 100% أن ربنا سبحانه وتعالى هو معاه، وعارف أن ربنا سبحانه وتعالى ينصره. عرفت يا سافل يا لقيط يا حقير النبي صلى الله عليه وسلم بيربي مين؟ عرفت يا سافل يا حقير النبي صلى الله عليه وسلم طلع أجيال عاملة إزاي؟ بعد موت سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، حدث خلاف ما بين سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه، والخلاف ده سمع في شبه الجزيرة العربية، بل إنه وصل للفرس والروم. ملك الفرس لما وصل الخبر بعت رسالة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، قال له، لقد علمنا ما حدث بينكم وبين علي بن أبي طالب من خلاف، وإنا لنعلم أنكم أحق منه بالخلافة، فلو شئت أرسلت إليك بجيش يأتيك برأس علي بن أبي طالب. فرد عليه معاوية بن أبي سفيان رد الأسود، اسمع ماذا قال له، قال له، أخوان تشاجرا، فما بالك تدخل فيما بينهما، والله إن لم تخرس أرسلت إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي، يأتونني برأسك أقدمه لعلي. يعني بيقول له، إحنا اتنين إخوات حصل ما بيننا خلاف، إيه دخلك ما بيننا؟ إن لم تخرس، لو ما قعدت ساكت هبعت لك جيش أوله عندك وآخره عندي، هيقطعوا رأسك ويأتوني برأسك أقدمها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فسكت ملك الفرس ولم يرد على الرسالة من خوفه. عرفت يا سافل يا لقيط النبي صلى الله عليه وسلم بيربي أجيال عاملة إزاي؟ عرفت إن النبي صلى الله عليه وسلم بيطلع أسود ووحوش العالم كله يهابهم ويخاف منهم؟ وفي زمن الفتوحات الإسلامية لما الفتوحات وصلت للروم، سيدنا خالد بن الوليد وصل لحد هناك، بعت رسالة للملك، بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد، أسلم تسلم وإلا جئتك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. يعني سيدنا خالد بن الوليد بيقول له في الرسالة، أسلم تسلم، إن أسلمت مش هيكون في حرب بيننا وبينكم، وإلا جئتك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة، يعني هبعت لك جيش، في ناس
بيحبوا الموت وحريصين على الشهادة زي ما انتوا بتحبوا الحياة وبتحبوا التلذذ بمتاع الدنيا. ملك الروم لما شاف الرسالة أصاب الرعب والخوف، أرسل رسالة لملك الصين عشان يطلب منه النجدة والمدد. ملك الصين رد عليه قال له لا قبل لي برجال، لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. احنا ما نقدرش نقف قصاد ناس لو عاوزين يخلعوا الجبال هيخلعوها. عرفت يا حقير النبي صلى الله عليه وسلم بيطلع أسود عاملة ازاي؟ قتيبة بن مسلم كان من الفاتحين العظماء، لما وصل الفتح للصين قتيبة بن مسلم بعت رسول من الجيش للملك علشان يكلمه، قال له ما شأن صاحبك؟ القائد بتاعك عاوز مننا ايه؟ قال له إن قائدنا أقسم ألا يغادر الأرض حتى يطأ ترابكم ويأخذ الجزية. يعني بيقول له القائد بتاعي اللي هو قتيبة بن مسلم حلف بالله إن هو مش هيمشي من الأرض غير لما يدخلها ياخد الجزية ويمشي. فملك الصين أصابه الخوف والرعب، فأمر الخدم إن هم يجيبوا صحيفة من ذهب يعني صندوق كبير ويملوه بالتراب ويرسلوا بيه لقتيبة بن مسلم علشان يدوس عليه علشان يكون بر بيمين. ومع الصحيفة اللي هي فيها التراب بعتوا معاها الذهب والفضة والحرير من الجزية، جزية لقتيبة بن مسلم. عرفت الأجيال اللي النبي صلى الله عليه وسلم مربيها والأجيال اللي طالعة من تحت إيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا خالد بن الوليد في غزوة مؤتة لما وقف أمام الروم، القائد بتاع الروم بيقول لسيدنا خالد بن الوليد هل أخرجكم الجوع والفقر؟ إن شئت أعطينا كل واحد منكم راتبا ثم تأتوننا في العام القادم نعطيكم مثل. يعني بيقول لسيدنا خالد بن الوليد أنتوا طالعين علشان الجوع والفقر، تعالوا هندي كل واحد فيكم مرتب والسنة الجاية تيجوا كمان مرة نديك نفس المرتب. رد عليه سيدنا خالد بن الوليد رد قوي جدا، قال له والله لقد جئنا لأننا علمنا أن دماء الروم من أطيب الدماء فجئنا لنشرب منها. يعني بيقول له احنا جينا لأن احنا عرفنا أن دماءكم من أفضل الدماء فاحنا جينا علشان نشرب منها. وساعات بسيطة وكان ربنا سبحانه وتعالى كتب النصر للمسلمين. عرفت يا حقير يا عديم الأصل النبي صلى الله عليه وسلم رب أجيال عاملة ازاي وطلع أسود ووحوش العالم كله بيخاف منهم؟ بعد ما سمعنا النماذج من الصحابة اللي النبي صلى الله عليه وسلم رباهم زي الأسود، تعالوا نشوفوا اللي بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم واللي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم أمثال الحقير ده، تعالوا نشوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيعمل فيهم ايه. كان في راجل نصراني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كتاب الوحي يعني كان بيكتب القرآن والأحاديث ورا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في يوم من الأيام راح لليهود وارتد عن الدين وبقى يهود، بل أنه كمان كان بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم وما اكتفاش بكده. فلما وصل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه دعاء واحد بس، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اصنع به آية. وأيام بسيطة والراجل ده يموت ويجهزوه علشان يدفنوه ياخدوه للمقابر. خدوا الراجل بعد ما جهزوه دفنوه في المقابر، إلا كانت المفاجأة في اليوم التالي، صحوا الصبح لقوا الراجل مرمي برا المقبرة، فكروا إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم اللي عملوا كده، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، فعمقوا له في الأرض فدفنوه. فإذا في اليوم الثاني إذا الأرض قد لفظته، يعني الأرض رميته برا، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه. فجم في اليوم الثالث لقوا إن الراجل مرمي برا المقبرة، فقالوا هذا ليس والله بفعل بشر، فتركوه على الأرض حتى كانت الكلاب أعزكم الله تأتي فتفتح رجليها فتبول على وجهه. يعني كانت الكلاب أعزكم الله بتيجي تقف عند وشه وكانت تبول عليه، فدي بتكون نهاية السفلة اللي بيستهزوا وبيسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى بيخلي مصيرهم كده. ومش هنروح بعيد، رسام الكاريكاتير المشهور الفرنسي اللي كان بيرسم رسومات مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كلكم شفتوا ربنا سبحانه وتعالى عمله عبرة للناس. بعد ما سمعنا وشفنا النماذج اللي النبي صلى الله عليه وسلم رباها، وبعد ما شفنا عقاب ربنا سبحانه وتعالى للناس اللي بتسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نشوف فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى لما ندى على الأنبياء في القرآن ندى عليهم كلهم بأسمائهم المجردة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادي عليه مرة باسمه المجرد. قال الله عز وجل يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وقال الله عز وجل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، وقال الله عز وجل يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قال الله عز وجل يا موسى إني أنا ربه، قال الله عز وجل يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وقال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال الله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فلما نادى الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي اتق الله
ولا تطع الكافرين والمنافقين. ولما ذكر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالرسالة والنبوة معا، قال تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فأنا ببشرك أنت ومكرون والشلة اللي هي لقطاء المزابل دول، ببشركم كلكم أن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله سيتوعدكم بعقاب أليم. يا شباب، انصروا النبي صلى الله عليه وسلم. الحرب ليست حرب اجتماعية ولا اقتصادية ولا سياسية، وإنما هي حرب دينية. لازم كل مسلم ومسلمة، كل أخ وأخت ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة. وبقول للسافل الحقير ده إن ربنا سبحانه وتعالى من 1400 سنة نزل آية في القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.